فاسألوا لا علم لي به يقينا. يا لما بتوضع امام المرآة انا رأيتها يعني كلمة مكتوبة بالانجليزية، لما بتوضع امام المرآة بتعكس بنفس اللفظ الذي قرأته الآن بالعربي. لا الله لا محمد. هي 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 موجودة كده، عندما تقرأ بتقرأ معكوسة لكنها مكتوبة لا بس هي بتقرأ لا محمد لا مكة. لكن هي مكتوبة، انا ما اعرفش ما مقصودة ام لا، باللغة الأجنبية عن اللغة الإنجليزية. هي مكتوبة بالإنجليزية. نعم. على العموم أنا يعني لم ألحظ هذا الأمر لأني لست من هواة شرب المياه الغازية بصفة عامة. أولا لأن الأطباء ينصحون كثيرا بعدم الإكثار من شرب هذه المياه الغازية لأن فيها أضرار على الصحة العامة، وهذا يعني أمر متواتر عند الأطباء. أما القول بالتحريم يعني تحريما شرعيا فلا أجرؤ على القول عليه، وإن ثبت هذا يقينا فلربما يكون هذا يعني من باب التوافق والصدف، أن العبارة كتبت باللغة الأجنبية لغتهم ثم إذا وضعت على المرآة أعطت يعني المعنى الذي نراه أو نلحظه نحن باللغة العربية، فهل هذا شيء مقصود؟ أعتقد يعني القول بأن هذا شيء مقصود ومتعمد سيكون بعيد عن الحقيقة في الحقيقة، لأنهم كتبوها بلغتهم يعني ليس يعني اللغة ليست وليدة اليوم، يعني هذه اللغة الأجنبية بأحرفها ليست وليدة اليوم، ده دي اللغة اللاتينية اللي هي من قرون طويلة جدا. بس فيها يعني شغل حركات كمبيوتر ربما يكون فيها شيء من هذا القبيل، لكن القول بالتحريم لا أجرؤ عليه، هي في الأصل مباحة، لكن إن كان هناك ما يتعلق يعني بنوع التحريم لغيره فسيكون من ناحية الأضرار الصحية أو من ناحية أن تكون هذه الشركة أو غيرها من الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، وفي هذه الحالة يعني لو أن المسلم تركها من تلقاء نفسه لوجه الله تبارك وتعالى لئلا يكون ما يدفع فيها من نقود يدخل في دعم هؤلاء الصهاينة في أرض فلسطين فسيكون هذا شيء محمود من المسلم والمسلمة، والله أعلم. نعم جزاكم الله خير. أختنا عائشة من المغرب أيضا لها سؤال آخر. نعم. تقول نعرف أن الصائم أثناء صيامه لا يجب أن يسب أو أن يتخاصم مع الآخرين، فهل هذا ينطبق حتى بين المرأة وأولادها وزوجها في البيت، مع أن هذه المرأة مريضة بمرض الأعصاب ولا تشعر عند الغضب بما تقول، فما العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا الخلق وخلق المسلم بصفة عامة، لكن يتأكد وجوبه على المسلم أثناء تلبسه بعبادة جليلة كعبادة الصوم، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، فهذا بصفة عامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حذرنا من الغضب ومن مغبة ما يترتب على هذا الغضب. فلذلك أنا يعني أذكر هذه الأخت السائلة بارك الله فيها هي وأسرتها أن يكونوا عونا لهذه المرأة المريضة، إن كان يعني مرض يتعلق بالناحية العصبية أو النفسية فليكونوا بها رحماء حتى لا يخرجوها عن حد الاعتدال والوصول إلى مرحلة الغضب التي يتتقول فيها أقوالا لا علم لها بها أو لا تدري ما تقول، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم يا شيخنا. معنا الأخت أم إسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي. من فضل حضرتك كنت عايزة أسأل، أنا طلع عمرة إن شاء الله الأيام دي وأنا منتقبة، فعايزة أعرف أعمل إيه في النقاب وأنا هحرم من البلد من هنا قبل ما امشي. حاضر، شكرا. اتصالك وعمرة مقبولة بإذن الله تعالى. أم محمد السلام عليكم. قطع الاتصال، عاودي الاتصال من فضلك يا أم محمد. عظيم يا شيخنا، أسأل الله عز وجل التيسير. في سؤال الأخت أم إسلام، إن شاء الله هي ستخرج إلى عمرة وهي منتقبة وستحرم من بلدها، ماذا تفعل مع النقاب أثناء الإحرام والعمرة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا أستاذ أحمد،
مفيش حاجة اسمها أحرم من بلدي. الإحرام لا يكون إلا من المواقيت التي حددها، المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ربما قصد ابنتنا أم إسلام أنها ستتجهز بكل ما تحتاجه من غسل ومن سنن الفطرة، يعني اللي هو الاستعداد للإحرام إن شاء الله عند الميقات. هذا يمكن أن تفعله من البيت، وتبقى أختنا أم إسلام بنقابها لما تفعل هذا في البيت اللي هو الاغتسال وسنن الفطرة وكل ما يلزم، ثم تنطلق إذا كانت وسيلة المواصلة الطائرة أو الباخرة، فهم يخبروا المعتمرين بقرب الدخول إلى الميقات. فإذا وصلت إلى الميقات الأخت المعتمرة فماذا ستفعل؟ لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، القفازين اللي هم الجواند الذي يوضع على الكف. فالمرأة المنتقبة، المرأة المحرمة لا تلبس لا النقاب ولا القفازين. النقاب هو المقصود بالقطعة المخصصة لإخفاء الوجه، وهذه القطعة التي يستعملها النساء، هذا هو الممنوع. لكن ليس معنى ذلك أن تكشف وجهها، لأنه عدم النقاب لا يعني كشف الوجه. إنما ماذا تفعل؟ تستبدل النقاب بالبيشة. البيشة شيء تضعه المرأة إلى خلفها ويكون جزء منه على وجهها. هذه البيشة ليست النقاب الممنوع على المرأة المحرمة. فالأخت عند الميقات ترفع النقاب بارك الله فيها، وتكون معها البيشة بتاعتها جاهزة. فالبيشة هي قماش طويل تجعل نصفه إلى ظهرها وتجعل الباقي إلى وجهها، فيكون هذا إخفاء للوجه من ناحية وليس ارتداء للنقاب من ناحية أخرى. لأن عائشة رضي الله عنها وأسماء رضي الله عنها كانت تقول: كنا إذا حاذان الركبان، يعني الرجال حاذوا ركب النساء في العمرة أو الحج، أزدلت إحدانا من خلفها على وجهها. أزدلت إحدانا يعني أنزلت طرف الثوب من خلفها على وجهها، لأنهن كنا غير منتقبات في هذا التوقيت. لكن طول ما هم لوحديهم نساء في نساء، فيمكن في هذه الحالة ألا تكون منتقبة ولا تكون تلبس البيشة. أما ما دامت في حضرة الرجال كما هو الحال في الطائرة أو الباخرة أو الأتوبيس أو الطريق العام أو داخل الحرم، ففي هذه الحالة تسدل من خلفها على وجهها اللي بنسميه إحنا في مصر البيشة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على النبي محمد. من ربما صلى الله عليه وسلم من أخطاء بعض الأخوات في العمرة أنها ربما تخلع النقاب حتى بعد ما تنتهي من العمرة، ويعني انتهاء كاملا هي تظن أنها ما دامت موجودة في مكة أو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لا ترتدي النقاب ولا 11 يوم ولا 10 أيام أو 15 يوم. هذا من الأخطاء الشائعة. لكن النقاب يحظر على المرأة المنتقبة أن تنتقب أثناء فترة العمرة فقط. يعني إيه فترة العمرة؟ ساعة ولا ساعتين، مش فترة الزيارة للمملكة العربية السعودية، لا، إنما فترة العمرة اللي هم الساعتين الثلاثة من بداية الإحرام عند الميقات لحد ما تنتهي من أداء مناسك العمرة اللي هي الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة، ثم التقصير بالنسبة للمرأة المسلمة. بعد ذلك تعود المرأة المسلمة إلى ارتداء النقاب مرة أخرى. الأعجب مما ذكرت يا أستاذ أحمد نصر، تنسيتني ولا إيه؟ إنه السائلة من عدة أيام بتسألني تقول يعني في أخت في المسجد اللي هي المعلمة أفتتهم بأن المرأة المعتمرة أو المرأة الحاجة خلاص ما عادش عليها نقاب. تمام. يعني ترجع لمصر أو لبلدها خلاص هو رفع عنها النقاب خلاص. ليه؟ قالت لها لأن هي مأذون ليك ترفع النقاب من بداية الإحرام، من أول ما تدخلي في العمرة، فكأن العمرة من مسقطات النقاب عن المرأة المسلمة. فطبعا هذا كلام خطأ في خطأ، لم يرد به كتاب ولم يرد به سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هعاود للموضوع تاني بس بعد اتصال أخت أم خالد. السلام عليكم يا أختنا. السلام عليكم، هنا معنا صوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أختنا. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ الشيخ قال أنت طالب، هل الطلاقين دول يقعوا؟ لأنهم مطلقة عند مأذون مرة كمية. واضح، مطلقة لو مرة ولا مرتين؟ لا مرة، يعني هو مرة قال لها، هو بيقول حتى بالنية أنا في نيتي ما شطلق، هل يجوز يصرح باللغة؟ لا إن شاء الله. والثالثة عند المأذون. أيوة يا أختنا، هل يجوز أنه يصرح باللغة أنت طالب ويبقى في نيته ما فيش طلاق؟ عايز برضه الشيخ هيجاوبك. حاضر يا أم خالد، حاضر. ربنا يصلح أحوال البيوت، اللهم أمين يا رب العالمين. موضوع العمرة هرجع له تاني يا شيخنا لأنه مهم جدا، وإحنا في أيام
في رجب وهذه الأيام الطيبة وأيام عمرة، والناس صلى الله أن يرزقنا عمرة وحجة وزيارة بيت الله الحرام، اللهم أمين يا رب العالمين. المرأة إحرامها يعني كثير من الأخوات تظن أنها لابد أن تلبس البياض، عباءة بيضاء أو جلابية بيضاء أو ما شبه ذلك، وتبقى أبيض فأبيض كده وتقول لبس إحرام للمرأة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ليس للمرأة ثياب مخصوصة بالإحرام، إنما المرأة إحرامها في نيتها، إحرامها في إهلالها بالنسك. إنما تلبس البياض أو تلبس السواد، هذا البياض وهذا السواد وأي ثياب ليست لها علاقة بالإحرام، تلبس ملابسها العادية. الرجل هو الذي له ملابس مخصوصة اللي بنسميه احنا الرداء أو البشكير، إنما المرأة تحرم في ثيابها المعتادة. وثيابها المعتادة هي الثياب التي تكون فيها المرأة المسلمة محتجبة احتجابا كاملا، لأن الله عز وجل هو من أمر بهذا، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والله أعلم. جزاك الله خير شيخنا. أم إسلام، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أهلا ومرحبا يا أختنا. أهلا بحضرتك. معلش أنا بكمل بس سؤالي لأن الخط كان قطع. نعم تفضلي. أنا بالنسبة للبيشة اللي أنا هلبسها دي، أنا عاملاها برباط من فوق خالص كده من أعلى الطرحة، هل ده صحيح؟ وأنا لو حبيت أعمل لوالدتي رحمة الله عليها عمرة، هل يجوز إن أنا أعملها بعد ما أخلص عمرتي؟ حاضر حاضر، واضح الكلام يا أم إسلام. الحاجة عائشة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا حاجة، تفضلي. الحمد لله، اللهم اغفر ولك. ربنا يخليك يا رب. والله سؤال حضرتك النهارده، انا ولادي الاسبوع اللي فات ما راحش صلى الجمعه، وجيت من المسجد حزينه جدا. مين اللي ما راحش صلى الجمعه يا ام حاجه؟ ولادي. اولادك؟ نعم. ولادي. فانا زعلت جدا، خبرتهم ازاي؟ قالوا لي يا ماما ما فيش غير فاكرين في المسجد. قلت لهم ازاي؟ قالوا لي طلعوا من حتى ما فيش حد يقعد. واضح الكلام، ربنا يصلح لنا حالهم. انا اظن ان هم كبار يعني في الجامعه او في الثانوي حاجه كده، انت كنت يعني تحدثت عنهما من قبل يا حاجه عائشه، ربنا يحفظهم لك يا رب. طب عظيم، موضوع العمره عشان يبقى انتهينا منه. ام اسلام عادت وسالت، هي تربط البيشه برباط من اعلى، هذا سؤال. والسؤال الاخر، بعد ما تنتهي من عمرتها هل لها ان تعتمر لامها في نفس السفره؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يعني أنا أنصح الأخت أم إسلام أن تضع البيشة على الإشارب الذي تلبسه على الرأس. البيشة هي بتلبس الأول إشارب، تضع البيشة عليه، البيشة لها طرف سينزل على الوجه وطرف سيطرح إلى الخلف، وتلبس الخمار فوق البيشة والإشارب معا. إنما حكاية الرباط دي أنا أخشى أن يكون يعني فيها نوع من عدم الاحتياط في أخذ العبادة، إلا إذا كان الرباط من أسفل، يعني من أسفل الرأس، لكن من أعلى الرأس كما هو المعتاد في فعله. أنا أظنها تسأل عن المخيط. لا لا لا، لا لا علاقة بالمخيط. هذا المسألة، المخيط لا علاقة لنا به بالنسبة للمرأة. المرأة يعني ما فيهاش. المرأة احنا بنقول المرأة لابسة مخيط في مخيط أصلا. صحيح، لابسة طبيعية، لابسة كاملة. فهي بس تحط البيشة نصفها للخلف ونصفها للأمام، فوق الإشارة، وبعدين بتلبس الخمار فوقه. طب ما أنا هستعمله، أيوة استعمليه، نزليه وقت ما اللزوم وارفعيه على الخمار وقت اللزوم حسب ما تشائين، أفضل نسبيا من حكاية الرباط اللي بتقول عليه ده. يا رب يتقبل يا رب. أم خالد، مسألة، لا ده كان بتسأل لسه أم إسلام في العمر. أم إسلام عمرة أمها. مسألة ان احنا نعتمر عن الأب أو عن الأم أو عن أي أحد من المسلمين المتوفين، هذا جائز باتفاق يعني أكثر أهل العلم، فإهداء القربات إلى الأموات مستحب ويصل إن شاء الله ثوابه إليهم. في نفس السفرة؟ احنا تكلمنا في هذه المسألة قبل هذا، المسألة فيها خلاف، والخلاف يسع إن شاء الله إن هي لو أتت بعمرة لأمها تجز إن شاء الله، لكن نحن قلنا إذا أرادت أن تنشئ عمرة وهي في مكة فالأفضل خروجا من خلاف العلماء، لأن احنا قلنا هناك من أباح هذه العمرة قياسا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذ أخته عائشة ويخرج إلى التنعيم فتنشئ العمرة من التنعيم كما هو الحال في أهل مكة،
وقلنا أن هناك من أهل العلم من منع ذلك لأن النبي لم يكرر العمرة في سفرة واحدة أكثر من مرة عليه الصلاة والسلام. فقلنا خروجا من خلاف العلماء أن تخرج أو أن يخرج من أراد أن ينشئ عمرة وهو في مكة إلى أقرب ميقات. إحنا قلنا في الحلقة السابقة أن أقرب ميقات لمكة هو ميقات أهل الطائف، فإذا خرجت إلى ميقات أهل الطائف هو على بعد 70-80 كيلو من مكة، هذا أفضل لها من أن تذهب إلى التنعيم، إلا إذا لم يكن معها محرم يخرج بها إلى ميقات الطائف، فيخشى أن تخرج وحدها فيعني تقع في فتنة من هنا أو من هناك، ففي هذه الحالة إن اضطرت أن تنشئ العمرة من التنعيم فلا أمنعها من ذلك والله أعلم. جزاك الله خيرا. أم خالد ومشكلة أختها، زوجها قال لها مرة يا أم مريم ثم سكت، ثم قال لها أنت طالق، والمرة الثانية إن شاء الله أنت طالق، والمرة الثالثة ذهب إلى المأذون. طب نأخذ اتصال، من معنا؟ أستاذ أستاذ ربيع، السلام عليكم. يا دكتور عامل ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا حبيبي. أهلا أهلا بس يا شيخ شعبان، سؤال جاهزي. تفضل. أنا مش مع مرتي وقلتها بروح أنت طالق وبتحكي يعني عارفة أنا طالق عارفة بتحكي يعني ما بقصدش يعني من جوا بقصدش حاجة فيها. ده هزار ده يا ربيع. اليمين يعني كان واقع خلاص ولا هزار؟ ده كان أول مرة يقع منك هذا الكلام؟ لا تاني مرة، مرة قبل كده وقع بحديثة وفيه ردش يعني أول يمين كان ردش من هزار. المرة دي كانت هزار، المرة الثانية الأولى كانت بجد يعني. وفي المرتين كان اللفظ صريح يا كان صريحا؟ لا هناك صريحا، المرة كان هزار لا سيبك من الهزار، أنت في المرتين قلت لها أنت طالق؟ قلت لها كده؟ طيب. حاضر. الأولانية دي الحالة. الأولانية كان حالها إيه؟ أنت بتسأل عن حالها؟ الأولانية اتحسبت يعني في حد استفتت. أنت استفتيت في المرة الأولى يا ربيع؟ رحت وقفت عند المأذون وحسبت. تمام. والمرة الثانية أنت بتقول أنا كنت بهزر. لسه لا ما. طيب اسمع كلام الشيخ، الله يصلح لنا وحالك. حاضر. مشكلة أم مريم ربنا يصلح لنا وحال زوجها. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو ثلاث مرات. ثلاث مرات بس مرة. أنا ما أعرفش إيه مبرر السكوت، إنه قال لها يا أم مريم وسكت وبعدين قال لها أنت كده. فيهم مرة عند المأذون. صحيح. يعني هذه سجلت وثقت، هذه لا علاقة لنا بها خلاص. بقيت المرة التي قال فيها يا أم مريم أنت طالق. والمرة الثانية التي قال يا أم مريم إن شاء الله أنت طالق. المرة التي قال فيها يا أم مريم إن شاء الله أنت طالق، نريد أن نسأله عن نيته في مقولة إن شاء الله، لأنه ربما يقصد بها التعليق وربما يقصد بها التحقيق. فإن قصد بها التعليق يعني إن شاء الله هطلقك، ففي هذه الحالة نقول استغفر ربك تبارك وتعالى ولا تفعل، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ففي هذه الحالة نقول استغفر ربك تبارك وتعالى ولا تأتي هذا التطليق، لأن التطليق ليس خيرا، إنما هو والعياذ بالله في أغلبه شر وضرر. وعليك في هذه الحالة أن تكفر بإطعام 10 مساكين. ده لو ما كانش قصد أو أن تصوم 3 أيام. في المرة دي الطلاق في اللي هي بتاعت إن شاء الله دي إن شاء الله إن قصد بها التعليق يعني سأفعل. أما إن قصد بها التحقيق يعني إن شاء الله أنت طالق، يعني التحقيق والتأكيد، في هذا الحال ستكون يمين صريحة. تمام. ويمين معزومة ويمين مؤكدة. يسأل عن نيته يا أم خالد في هذه المرة بالذات. نعم. فإذا كانت اليمين معزومة يعني ومؤكدة وموثقة إن شاء الله أنت طالق، زي المرة اللي هي أختها الثانية يا أم مريم أنت طالق، ففي هاتين الحالتين اللفظ صريح. بقي أن نتعرف على حال المرأة حال إطلاق الزوج هذه الأيمانات. هل كانت المرأة حاملة للزوجة؟ لو كانت الزوجة في هذا التوقيت حاملا سيقع عليها الطلاق. هل كانت المرأة في هذا التوقيت نفساء؟ فإذا كانت المرأة في هذا التوقيت نفساء فسيقع عليها الطلاق. هل كانت المرأة في هذه الحالة حائضا يعني في الدورة الشهرية؟ إذا كانت في الدورة الشهرية سيكون الطلاق واقعا ومحسوبا كما فعل النبي مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذا كانت المرأة في فترة طهر بين الحيض بعد الحيض، في فترة طهر بعد الحيض، لكن هذا الطهر وقع فيه جماع
ففي هذه الحالة لن يقع الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر مره لعمر ليبلغ بها عبد الله بن عمر مره فليراجعها حتى تطهر، يعني من الحيضة الحالية التي طلقها ابن عمر فيها، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق ما لم يمس. فشرط النبي في التطليق عدم المساس، يعني عدم وقوع الجماع. فإذا كانت في طهر جامعها فيه زوجها فلن يقع في هذه الحالة الطلاق، أما إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه زوجها فسيقع في هذه الحالة الطلاق. يبقى عندنا حالة واحدة مستثناة لا يقع فيها الطلاق من باب تضييق الخناق على التطليق لئلا تفسد الزيجات ولئلا تخرب البيوت، ضيق الشرع الخناق على الطلاق الواقع على المرأة، فإن أطلق الزوج الطلاق حتى ولو كان باللفظ الصريح لكن المرأة في هذا التوقيت ليست محلا للتطليق. فإذا كانت المرأة في هذا التوقيت في طهر بعد حيضة جامعها فيه الزوج ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق، أما إذا كانت في الأحوال التي ذكرتها فسيكون الطلاق واقعا. إن فهم السؤال من هذا الشرح الذي شرحته فبها ونعمة، وإلا فعلى الأخ السائل والأخت السائلة، الزوج والزوجة أو الأخت السائلة، أن ترشدهما أن يذهب الزوج والزوجة ووليها إلى أقرب مكتب لدار الإفتاء حتى تكون المعاينة حضورية. هي إن شاء الله دي فيها كلام في النية، ثم بعد ذلك ينظر إلى حال الزوجة. نعم، هل هي محل التطليق؟ تمام، نسأل الله عز وجل عافيه. لكن في مسألة أن تكون حائضا أظن أن فيها منطقة خلافية، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يعني يرون فيها، شكلك حنبلي أنا عارف، يرون فيها رأيا آخر. على العموم هي مسألة طلاق المرأة الحائض عند الأئمة الأربعة مالك والشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، طلاق الحائض يحرم مع وقوعه، يعني يقع عند الأئمة الأربعة مع الإثم للمطلق لأنه خالف السنة في التطليق. ما احنا لسه عندنا حديثة ابن عمر اهو، طلق امرأته في الحيض فبلغ ذلك عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها. وانت حضرتك راجل أستاذ، يراجعها من ايه؟ لا تكون المراجعة إلا من طلاق. بل ابن عمر في أكثر من رواية للقصة قال واحتسبت علي تطليقة. احتسبت، من الذي احتسبها؟ من أمر عمر أن يبلغ ابن عمر أن يراجعها اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن مع كونه طلقها في الحيض فاحتسبت عليه بيد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أمره صلى الله عليه وسلم أن يصحح وضع التطليق لئلا يأثم ابن عمر في كونه طلقها وهو حائض وهي حائض، فقال مره فليراجعها. إذن أثبت الطلقة، ثم ينتظر ابن عمر حتى تنتهي حيضتها الحالية ثم تطهر ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر ثم إن شاء طلق، معذرة، إن شاء أمسك يعني أبقاها زوجة، وإن شاء طلق ما لم يكن مس، ما لم يكن وقعها أو جمعها، والله أعلم. وزيت الجنة يا شيخي كريم. الحاجة عائشة رجعت من صلاة الجمعة لقيت ولادها ما صلوش صلاة الجمعة، فطبعا هي حالها أنها غضبت وزعلانة يعني، ويبدو أنها عزة نصيحة لهؤلاء الأبناء. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك لها حق، بارك الله فيها، أن تغضب وأن تزعل، لأن الأبناء قصروا في واجب من الواجبات وفريضة من الفرائض ألا وهي صلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وتأمل قوله تبارك وتعالى وذروا البيع، اللي هو ما يتكسب به الناس معيشتهم، فما بالك بالنوم، فما بالك باللعب، فما بالك بالتشاغل في البيت. وهذه الحجة بتاعت ان المسجد فيه صفين بس يعني، واخد بال حضرتك؟ اذا من باب اولى، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا النوم، فاسعوا الى ذكر الله وذروا اللعب، فاسعوا الى ذكر الله وذروا التشاغل عما يعني يؤخركم او يضيع عليكم صلاة الجمعة.
وبالتالي حق لها أن تغضب وحق لها أن تحزن، لكن عليها أن تناصح هؤلاء الأبناء، فهم شباب وربما يغلب عليهم الهوى أحيانا والتأويل أحيانا، فالأولاد يقولون أصل المسجد في صفين، طيب يعني فلتكن أنت في هذين الصفين المقدمين عند الله عز وجل، وأنت لست مسؤولا عن عدد يعني يملأ المسجد أو لا يملأ، المهم أن تؤدي أنت فريضتك بأن تحضر خطبة الجمعة وتدخل المسجد قبل الإمام وتصلي الفريضة سواء كان العدد كثيرا أو كان العدد قليلا. وأنا أنصح أختنا المباركة الحاجة عائشة يعني أن تكون تتلطف في نصح الأولاد وأن تذكرهم بالله عز وجل، وعليهم في هذه الحالة يا ريت يكونوا في هذه الحالة أمرتهم بأن يصلوا الظهر لأنهم أضيعوا فرض الجمعة، في هذه الحالة يجب عليهم أن يصلوا فريضة الظهر حتى لا يكونوا يعني تركوا الصلاتين معا. تمام. ونسأل الله عز وجل أن يرقق قلب الأم حتى تدعو لهما بالهداية إن شاء الله، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على النبي. أنت حابب أن حضرتك تحدثهم ما بين الترغيب والترهيب، لأن برضو المسألة فيها عقوبة شديدة لترك صلاة الجمعة. ما أنت عارف حضرتك الحديث الوارد، لا يدعن أقوام لا ينتهين أقوام عن ودعهم أو عن تركهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم. يعني الإنسان لو تهاون في شأن صلاة الجمعة، جمعة في اثنين في ثلاثة، وهو اللي بيقع في التهاون في جمعة واثنين وثلاثة إنه تهاون في أول جمعة، فالشيطان يشعر أنه يعني كسب جولة عليه فيثقله عن الجمعة التي بعدها، فينهزم أكثر الإنسان أمام الشيطان، فينتصر الشيطان في جولة ثالثة، فيطبح حينئذ على قلب هذا الابن أو هذا الرجل بطبع نفاق والعياذ بالله. عشان كده يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة، هو في أكثر إن ترك الجمعة ترك لفريضة من فرائض الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تركها فقد إيه، ده كبيرة من الكبائر، هذا الأمر كبيرة من الكبائر، وهي الصلاة الأسبوعية الجامعة. وبالتالي أنا آمل أن هؤلاء الأولاد يستوعبوا ما وقعوا فيه من خطأ في جنب الله عز وجل، وأن يكونوا صلوا الظهر مكان الفريضة الضائعة، وأن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا، وأن يحسنوا بر أمهم، فهي لا تأمرهم عادة إلا بمعروف، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أم خالد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. نعم تفضلي يا أختنا، السلام عليكم. ألو. تفضلي سمعينك، تفضلي كلمي. طب معلش انا اتصلت حضرتك بس ممكن تعلمني مجال السمع. طب احنا هنسكت وكلمي انت. لسه متصله دلوقتي. انا عارف، اتفضلي. دلوقتي انا اختي اتصلت بيا قالت لي انت نسيتي طلقه، هو بالنسبه لظروف اختي دي عشان بس يبقى السؤال صح، هي طلقها طلقه بعد ما كتب كتابه وهي بنت، يعني كتب كتابه وحصل مشكله طلقها طلقه، انا كنت نسيت الطلقه دي، وجي بعد كده اتجوزوا وقعد 5 سنين وطلقها طلقه ثانيه عند المأذون، الطلقه الاولانيه كانت عند المأذون والطلقه الثانيه كانت عند المأذون. ده كده السؤال اختلف خالص. ام خالد الدنيا اختلفت تماما، يعني مره وهي بنت ومرتين عند المأذون، ومره بعد ما اتجوزت ب5 سنين عند المأذون، وبعد ما اتطلقت يعني جيت تاني عشان يدخل قالت لا ده مرتين، ده قال لي مرتين واحنا متجوزين في خلال 5 سنين، مرة قال لي ان شاء الله انت طالق، ومرة تانية قال لي يا ام مريم انت طالق باللفظ كده، وكان المرتين في طهر عادي، يعني لما اللفظين في طهر عادي بس يعني عادي ممكن يكون ما عرفش حكاية الجماعة بس هو في طهر عادي. طيب شيخنا انت حضرتك تحب تسألها اي حاجة يا مدن؟ عايز اسالها لما رجعوا بعد الطلاق في الكتابه رجعوا ازاي؟ رجعوا ازاي يا ام خالد؟ يعني بعد ما طلقها عاودها ازاي او رجعها ازاي لعصمته؟ نعم. وهي مكتوب عليها يا اختي الطلقه الاولانيه ساعه ما كانوا مكتوب عليهم فقط. ردها ازاي لما كان عاقد عليها قبل البناء؟ نعم. يا لما كان عاقد عليها المرة الأولانية خالص أيوة رجعها عند مأذون أول ما هو وهي بنت طلقها عند مأذون وكتب كتب كتابه تاني عشان يدخل كتب كتاب تاني يعني أما طلق عند مأذون طلقها عند مأذون طيب شكرا على اتصالك يا أم خالد.
شيخنا الكريم مسألة أظنها اختلفت كثيرا. اختلفت هو طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا هذا الرجل لما كتب عليها مرة أخرى قبل البناء عند المأذون لأنه طلقها أثناء العقد، فالطبيعة أن يرجع عليها بطلقتين باقيتين فقط. استهلك واحدة من الطلقتين عند المأذون رسمي ده قبل البناء، لا ده بعد البناء، وكمان بعد البناء واحدة كمان. احنا قلنا ان هو رجع بعد العقد الاولاني اللي هو طلق فيه ثم كتب كتاب من جديد. كتب الكتاب من جديد او العقد الثاني ده من جديد هيرجع فيه على طلقتين فقط مش على ثلاثة. دخل بطلقتين يعني هو دخل عليها بطلقتين. استهلك واحدة من الطلقتين اللي هي عند المأذون بعد 5 سنوات، يبقى باقي طلقة واحدة. في الطلقة الواحدة المتبقية قال لها المرتين، واحدة ان شاء الله، واحدة بتاعت ان شاء الله، وواحدة بتاعت يا ام مريم انت كذا انت صادق. والاخت الحقيقة لم تفيدنا افادة كاملة في مسألة اللي هم حال المرأة في هذا التوقيت. هي قالت الطلقتين دول كانت المرأة في طهر، لكن مسألة الجماع من عدمه ما يعرفوش، فلابد في هذه الحالة ان يباشر جميعا اي اقرب مكتب لدار الافتاء حتى تكون هو وهي ووليها تمام، ويروحوا مع بعض ويحكوا الحكايه من اولها لاخرها، وربنا بقى يقدر لهم الخير حيث كان. اخونا ربيع بيهزر مع مراته، قال لها انت طالق، وبيقول انا كنت بهزر. ان لله وانا اليه راجعون. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالطبع نحن تداول الفقهاء هذا الحديث، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد منها الطلاق. فالطلاق ليس فيه هزل، إنما أمره كله جد، والهزل فيه هزل بحدود الله تبارك وتعالى، تلك حدود الله فلا تعتدوها. يعني معلش يا أخ ربيع، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يصحش إن الإنسان يستهزئ بأحكام ربنا. أحكام ربنا منها الطلاق، أحكام ربنا منها الزواج، أحكام ربنا منها حد قطع اليد السارق، أحكام ربنا منها شروط صحة الصلاة، أحكام ربنا منها أركان الصوم، أحكام ربنا منها أحكام أركان الحج والعمرة. فلا يجوز للإنسان إن هو يهزأ إلى هذا الحد ويمزح إلى هذا الحد. والآية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ورد أنها نزلت في قوم جلسوا في خيمة لهم يسمرون ويتحدثون بمزاح وسخرية عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى مش عن القرآن كقرآن ولا عن الصلاة كصلاة، إنما قالوا ما رأينا مثل قرائنا، يعني الصحابة، أرغب الناس بطونا وأطول الناس ألسنا وأجبن الناس عند اللقاء. فلما بلغت المقالة للنبي عليه الصلاة والسلام واستدعاهم للمساءلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا بغلته وهم يمسكوا خضام بغلة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فنزل قول الله عز وجل تخوض وتلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. أنا أخشى من تكملة الآية، فأخذ الأخ ربيع على نفسه، تحسب في هذه الحالة في هذه الحالة. يعني أستاذ أحمد، نحن مضطرون أن نتعامل مع واقع الناس، وهو يعني بالطبع لو كان يغلب عليه العلم اليقيني أنه إن قالها مازحا يقع بها الطلاق ما قال هذه المقولة، بالتالي أرغب لي أن أفتيه بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما الأعمال بالنيات، فهو لم يكن ناويا النكاح وإن كان اللفظ صريحا، لكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكثر من الاستغفار والندم، وعلى ألا يعزم مرة أخرى على العودة، وأن يعزم على عدم العودة مرة أخرى إلى مثل هذا العمل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي. أخشى أن يتهاون الكثيرون. معلش إن وقع، نحن حذرنا في البداية أن يحصل هذا، لكن ما دام وقع نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. أنا مثال لهذا، يعني الإمام شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه القواعد الفقهية ساق مقولة القاعدة المشهورة عند أهل العلم أن الفتوى تتغير حسب الأحوال والأزمان والعوائد، واخد بال حضرتك؟ وبالتالي ضرب مثالا بطلاق الثلاث مرة واحدة. قال طلاق الثلاث مرة واحدة، لما رأى عمر رضي الله عنه تهاون الناس في هذا الأمر ألزمهم بإيقاعه عليهم،
ولم يخالفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم عقب الإمام ابن القيم قائلا: لكننا في هذه الآونة، يعني في هذه الأزمنة، ونظرا لجهل كثير من الناس بكثير من أحكام الله عز وجل، لا يمكن أن نعامل الناس كما عاملهم عمر بن الخطاب، إنما سنضطر إلى معاملتهم على أن يكون طلاق الثلاث واحدة، خاصة ولنا ركيزة في هذا أنه كان على عهد النبي واحدة، وكان على عهد أبي بكر واحدة. فالشاهد من الكلام قول الإمام ابن القيم أن احنا مضطرين أن نتنزل على أحوال الناس على قدر المستطاع، بعد طبعا التحذير. بس ما يهزرش فيها تاني، دي كارثة. لأنه لو هزر دي كارثة. ما أنا ذكرت الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. صحيح. فما يصحش يعني هو يجلس أمام المأذون وأمام الناس وأمام الولي والشهود، والولي يقول له: زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله، ويقول قبلته، بعد شوية يقول لأصحابه: ده أنا كنت بهزر. فعش. لا طبعا لا يحصل. أختنا تقول: يا شيخي أنا أحفظ القرآن وأصلي وأرجو إرضاء ربي ورضاه عني دائما، ولكنه يعني يبدو أن يتقدم غير دائما يتقدم لي غير الملتزمين، وعندما يأتي الملتزم بيكون دائما ما فيش نصيب. خائفة أن أكون غير صالحة وطيبة كفاية للتزاوج بالصالح التقي، لأن ربنا قال: الطيبون للطيبات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا أبدا أنا أنصح هذه البنت السائلة بارك الله فيها، املأ في الله تبارك وتعالى، فإن الله قضى فعلا في طيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وسيأتيك ما قدر لك. لماذا تنظرين هذه النظرة التشاؤمية السلبية ولا تنظري إلى الوجه الأكثر إيجابية؟ لعل الله عز وجل يدخر لك من هو كفء لك على قدر تدينك وقدر تعلمك وقدر التزامك، ولا تتسرعي في هذا التصور، فإن هذا من مدخل الشيطان عليك، والله أعلم. هي تقول: ولكني دائما أقول: يا رب إن لم أكن صالحة وطيبة ارزقني بزوج يعني على الصلاح، أرجو الدعاء لي وبنات المسلمين بالستر والزوج الصالح. يا رب نسأله تبارك وتعالى أن يرزق كل فتيات المسلمين بالزوج الصالح، وأن يصلح أحوالنا وأحوالهن، وأن يرزق كل شباب المسلمين بالفتيات الصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يستر جميع بنات المسلمين. السلام. سؤال تسأل تقول: أبي والدتي على قيد الحياة، هل يجوز إخراج مبلغ بنية صدقة جارية عن أبي المتوفى ولأمي وعن نفسي، أم الأصح تقسيم المبلغ وإخراج مبلغ عن كل واحد على حدة، وهل شراء أكفان والتصدق بها تجوز صدقة جارية؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الصدقة من أفضل القربات، وهي جائزة عن الأموات بإجماع الأمة، كما ورد هذا الإجماع أو نقله الإمام النووي وابن حجر والإمام ابن المنذر وغيرهم. فالصدقة عن الميت مشروعة بالإجماع، وهي إن شاء الله يصل ثوابها إلى الميت، خاصة إذا كانت صدقة جارية فهي ستكون أنفع. وقد ورد بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: بدأ فقال صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإن شاء الله يكون هذا في ميزان حسناتك وميزان حسنات الأم وميزان حسنات الوالد إن شاء الله، سواء قسمت المبلغ كل على حدة، أو سواء جمعت المبلغ وجمعت النية في أنها عنك وعن أمك وعن والدك. كلا الأمرين سيان، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معنا الأخت أم ربيع. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام يا باشا ورحمة الله. وعليكم السلام. عايز أسأل الشيخ شعبان ولو سمحت. نعم. عايز أسأل الشيخ شعبان. تفضلي يا أختنا. أنا جوزي متجوزة لي 35 سنة، وجوزي حلف عليا مرة وانا صغيرة على تجربة ابوك يعني وكده، وانا ما احتف اليمين، انا حلف سنتين وانا ما احتف اليمين ورفض، وجي رده وروحت تاني وبرضك حصل تاني ووحت رده في اليمين وكده. جي بقى كلام ده 35 سنة الوقت. معلش يا ام ربيع، قالك ايه حلف؟ قال ايه؟ انا مش عارف. قال بس ما تعلمكم كنا طالب. قالك روحي بيت ابوكي وانتي كذا ولا قال رحت بيت ابوكي؟ رحت بيت ابوكي. ان رحت طلاق معلق. انا رحت بتابعكم كنا طالب. وانت رحتي؟
انا بقعد سنتين عايش متبلتلات وبيضربنا وكده فانا سوحت وفضل منهم شيء. رحت مرتين كده مره في مره ولو ثالث مره بقى الوقت بعد بقى كمان سنتين قال لي بنته علي اليمين بنته زعلانه يعني وجايه عندي غضبانه ولو احنا هروح قال لي علي اليمين دي الثلاثه بقى لما جيت ان انا تاني هنا الشقه تاني لا كلهم كسروا راحت يا وقعت في اليمين وما جاتش. وهو بقى لا بيصلي ولا بيصوم ولا اي حاجه هو قال لي صلاه بين اي حاجه كده في حالاته. طيب عنده يعني عنده 55 سنه لا بيصلي ولا بيصوم وكل حاجه طلع كده كل حاجه طلع. طيب فانا لو سمعت نفسي اشوف الشيخ يقول لي كده وانا معايا سنتين كده كل واحد عايش لوحده يعني غسل له هدومه وقاعد في اوضه وانا في اوضه وكده. طيب حاضر ماشي يا شيخ اتفضل يا رب يديك الصحه يا رب ب 1000 سنه. وعليكم السلام الله وبركاته. مشكله ام ربيعه يبدو انها مشكله ناس كتير يا شيخنا. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. صلى الله عليه وسلم. والله يا اخ احمد الواحد يعني لا يدري كيف يكون هذا الزوج مسؤول عن بيت وكيف يكون هذا الزوج ممن اعطاه الله عز وجل حق القوامه. الرجال قوامون على النساء. القوامه ليست شخطا ونطرا، القوامه ليست يعني بهذه الصرامه، انما القوامه أن يقف عند حدود الله عز وجل وأن يعاشر أهله بالمعروف، وليس من المعروف أن يضيق على أهله كل شوية طلاق 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 على الطلاق من تدخل على الطلاق من تخرج. كل هذه الأيمانات أيمانات بغير الله عز وجل، لأنهم في الغالب يقصدون بها الحلف وتجرى على ألسنتهم مجرى المسألة مركب يعني. فالواضح أنه وكمان مسكين مقصر في صلاته ومقصر في صيامه. ولذلك أنا دائما أنصح الزوجات بألا تنفرد في تصريف هذه الأمور مع زوجها وحدها دون وليها، لأنه ممكن يكون تدخل الأولياء في هذه الحالة اللي هم رجالة الزوجة يعني أهل الزوجة من الرجال إخوانها ولا أعمامها ولا والدها يكون يضع حدا لهذا الاستهتار الذي يتمادى فيه. تمام، هم بقى لهم سنتين شبه منفصلين، هي بتطبخ له وتغسل له هدومه بس. ما هي متأذية هي متأذية من الوضع، لعلها خايفة وخايفة من اللي هي كل شوية طلاق طلاق طلاق. وبالتالي احنا لا نستطيع ان نحسم في مكالمة هاتفية الان هذه الطلاقات المتعددة، انما في طلقتين اللي هي ذكرتهم المعلقتين وفي نفس الوقت وقع معا، هو حلف عليها لان ذهبتي وذهبت وحلف على بنتها او بنته لان جيتي وما جاتش فاوقعت اليمين. وفي هذه الحالة يعني تخيل احنا لو اخذنا بمذهب الائمة الاربعة ان الطلاق الصريح ان علق على شرط وقع الشرط يقع الطلاق، يعني معنى كده ان الرجل استهلك طلقتين في خبطتين كما يقولون. لذلك انا انصح الاخت السائلة بارك الله فيها ان يكون هناك من اهلها من الرجال من يجلس الى هذا الرجل ويجلس اليها ويتعرف على الاحوال بينهما وعدد الطلقات اللي كل شويه طلاق 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 دي. وبعدين يذهبوا الى اقرب دار للمكتب لدار الافتاء او للجنه الفتوى في الازهر حتى تكون المناقشه في مواجهتهم معا. فهذا اسلم من مكالمه هاتفيه. والله صحيح. اعلم موضوع اكبر من مكالمه هاتفيه. صلاه الحاجه كيفيتها وطبيعتها يا شيخنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. احنا ما عندناش حاجة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام اسمها صلاة الحاجة، يعني ليس هناك جنس صلاة تسمى بصلاة الحاجة، لكن صلاة الحاجة بمعنى إن كانت لك حاجة عند الله عز وجل صل. يعني إذا كان العبد له حاجة عند الله عز وجل يريد أن يلهج بها في الدعاء يصل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا حزب الإنسان أمر من الأمور فعليه أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين نافلة لله عز وجل وأن يجتهد في الدعاء حال سجوده، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ونسأل الله عز وجل القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ الكريم فضيلة شيخ شعبان درويش بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم، وصلى الله عز وجل القبول. أستاذ عمرو الجمال بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منك هذا العمل الطيب، ترجمة لغة الإشارة لإخواننا، هذا عمل جليل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح العمل. مشاهدينا الكرام أراكم على خير بإذن الله تعالى غدا قبل الآن بساعة من الزمن تقريبا في 5 مساء بتوقيت القاهرة. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر